Thank you.
Oh!
Oh.
Thank you.
ليحصلوا على قيام المفضل.
Thank you.
η Αγία και η Ιερά Θέση εθ' νεότων αδελφών. Γι' αυτό ρωμινά, προακού την Κύπρο εκείνη, تشارك رسول الأمم بولس العظيم مخاطه ليلد أبناءه في المسيح يسوع ربنا. فها هو شيخ كاتوناكيا أفرام الناس يدعو الآباء بالأزهار الفواحة ويصفهم بالفاضلون والقديسون. فإن أردت أن تحمل معاني هذه الكلمات فاعلم منذ الآن وإلى آخر يوم من حياتك أن سبيلك إلى ذلك الطاعة فقط. فكما قال الناس وأفرام، إن أردت أن تكتسب مواهب أو صلاة أو دموع أو صنع عجائب أو علم مسبق فليس لك إلا الطاعة والطاعة فقط. لذلك يا بني اغسل ذاتك واعتد على ذلك وواظب على الصبر لأنك بصبرك تقتني نفسك.
أما عن السر الذي أنت مصنوع أن تناله بالنعمة الإلهية فهو سر لن تعرف مكنوناته وقوته إلا من خلال عيشك الدائم له. ولكي تحيا هذا السر اعمل بجد ووافق على الخدم الإلهية وتممها بأمانة وخشوع وورع، واعلم أنك تقف أمام الحضرة الإلهية وأن الملائكة تحيط بالمذبح المقدس، فلا تتهاون ولا تحول قدس الأقداس هذا المكان الذي تشتهي فيه الملائكة أن تنظر وجه الطبيب إلى مكان للعبث واللهو، بل ثق تماما بأنك هناك تقف حقا في السماء، وخالق السماء والأرض ينظرك بناظره المراقب كل الأشياء. فاسعى أن تكون في حكمة موسى واخلع عنك نعليك الدهريتين، والمس قدميك نعلي الابن العائم بتوبة إلى أبيه، ولا تنسى أن تخدم خراف المسيح الناطقة، واحذر بأن تجذبهم إلى نفسك، فإن أحبوك أكثر من حملنا المذبوح فأنت في ضلالة لا محل. وضع يدك على المحراب وتجند للرب يسوع واهتم بأن ترضي من جندك، لأن هذا هو همك الأول والأخير. فلا تأبه بمن لا يرضى عنه، لأن سيدك جاء إلى هذه الأرض وكثيرون لم يرضوا عنه. فاصنع أنت كما صنع هو، واحذر للقدسات ولمن تسلمها، فهي وديعة ستسأل عنها في يوم الدينونة الرهيب. فكن على الدوام حريصا على أن تسلمها لكل من هو على استعداد بأمانة لاستلامها والحفاظ عليها. بعد هذا كلهم أدعوك لتتقدم لتنال هذا السر، فالآن ومن كل قلبك أطلب المغفرة من الله والمسامحة من الجميع، لأنك منذ هذه اللحظة عليك أن تكون مصلوباً كل يوم، ولسان حالك كلسان حال ربنا يسوع المسيح قائلاً لكل المسيئين إليك: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. أنقل لك أيضاً أدعية وصلوات صاحب الغبطة وأعضاء المجمع المقدس وتهنئاتهم لك وتضرعاتهم إلى الله لكي تحفظك العناية الإلهية وإلى خدمة رعوية مباركة. ولا تنسى معك اليوم بركة وأدعية وصلوات آباء هذه الكنيسة المقدسة الذين يصلون من أجلك لكي تحتضنك العناية الإلهية. فلا تنسى أن تصلي وتذكرهم على المذبح المقدس دوما، ولا تنسى أن تصلي لهذه الكنيسة ورعيتها وكل العاملين والخادمين بها. مباركتي لك ولزوجتك الفاضلة التي حتما وأنا على يقين بأنها ستكون إلى جانبك في عملك الرعائي، وهذا هو دور الأبوية الحقيقي. كما وأبارك لوالدتك وأشقائك وشقيقاتك وعموم الأهل والعشيرة، متمنيا للجميع البركة والخير وشهادات روحية مقبولة في هذا الصوم المقدس، فها وقت يعمل فيه للرب. فبارك أيها السيد القديس الداعي لكم للرب يسوع المسيح المتروبوليت بنديكتوس متروبوليت في لادلة.